طيب، مساء الخير يا جماعة. شكرا لحضوركم، إن شاء الله الجميع يكون بخير. غريبة شوي هذه الطريقة في التواصل مع الناس، أو إنه نعمل شيء من هالفعالية هي بهالشكل، لأنه طبعا أنتم عم تشوفوني بس أنا ما عم أشوفكم. إن شاء الله أكون عم أطلع مزبوط بالكاميرا، وإن شاء الله يكون الصوت واضح. يا ريت حدا يكتب على الكومنت إذا الصوت أو الصورة مو واضح لحتى نشوف. عملنا تجربة صغيرة أنا ودكتور هيثم الحموي قبل ما نبدأ، وكانت الأمور ماشية. فإذا في أي مشكلة يا ريت حدا يخبرنا. على كل مساء الخير، وشكرا لشباب Rethink Rebuild Society، جمعية فكر وبناء، بالذات دانا وهيثم، لهالفرصة الجميلة اللي أعطوني إياها إنه أشارك ببرنامج كتير ضخم اللي عاملينه بالفترة الحالية، برنامج التوعية والمحاضرات التوعوية، سواء بالصحة، بالعلاقات الاجتماعية، الأسرية، إلى آخره. بيسعدني أكون جزء من هذا البرنامج. أحكي شوي بس عن حالي بشكل سريع. أنا اسمي مصطفى الأشقر، أنا طبيب نفسي، شيء بيسموه بإنجلترا consultant psychiatrist، يعني مستشار أو استشاري في الطب النفسي. أنا خلصت عملت طب عام في سوريا في جامعة حلب، بعدين جيت على إنجلترا لحتى أكمل اختصاص في الطب النفسي. عندي كمان اختصاص بالشيء اللي بيسموه العلاج النفسي، فأنا معالج نفسي وطبيب نفسي في نفس الوقت. راح أحكي شوي بعد قليل عن الفروق، إذا كان في عنا وقت، عن الفروق بين شو معنات طبيب نفسي وشو معنات معالج نفسي. فإذا ليش عم نعمل هالجلسة اليوم، اللي هي جزء من مجموعة جلسات عن الصحة النفسية والمرض النفسي؟ هذا يعني هالجلسة اليوم هي جزء من الشيء اللي بيسموه بالإنجليزي psycho education، أو التثقيف النفسي، اللي هو تثقيف عن الصحة والمرض النفسيين. برأيي كثير هذا مهم، لأنه في نقص كبير بالمعلومات أو بفهم الناس للصحة النفسية والأمراض النفسية. وفي كثير من الأحيان معلومات خاطئة وغير دقيقة عن شو معنات مرض نفسي، شو الأعراض، وشو العلاج، وإلى آخره. هذا مو بس ببلادنا، مو بس بمجتمعاتنا بسوريا والمجتمعات العربية، وإنما حتى في هذه البلدان كمان، يعني في بريطانيا وبالغرب عموما. للأسف نقص المعلومات أو المعلومات الخاطئة تؤدي للشيء اللي بيحكوا فيه بهذه البلدان، ببلادنا كمان، الشيء اللي اسمه الستيغما أو الوصمة أو التمييز السلبي ضد أو التعامل السلبي ضد الناس اللي عندها أمراض أو مشاكل نفسية. وراح نحكي إن شاء الله شوي اليوم عنه إذا كان في وقت. للأسف نقص المعلومات ونقص الدراية بالمشاكل النفسية كمان يقود إلى تأخر في يعني السؤال، يعني طلب المساعدة بالنسبة للأشخاص اللي عندها أمراض أو عندها مشاكل نفسية. معظم الأمراض النفسية في تأخر كتير كبير وقت اللي بتبلش الأعراض عند المريض، وقت اللي بيطلب المساعدة، سواء من الجي بي اللي هو الطبيب العام، أو من الطبيب النفسي، أو إلى آخره. فأنا برأيي وبما نعرفه، أنه أحد أسباب هذا التأخر هو نقص الدراية بهالمشاكل هاي. طيب، قبل ما أبلش المحاضرة، اللي هي مثل ما شايف قدامي أنا مكتوب حلقات أسبوعية تفاعلية، فالتركيز هنا على التفاعلية في الحوار. للأسف ما راح يكون تفاعلي مثل ما لو كنا قاعدين بنفس الغرفة، ولكن يعني أطلب من الجميع إنه يحطوا الأسئلة اللي بيريدوها في صندوق الكومنت هون، لا يسألوا أي سؤال. في حد عم يقول إنه ما في صوت، هل هذا صحيح؟ دكتور محمد قرأ محمد عم يقول ما في صوت، هل الكل يسمع ولا هي المشكلة عند محمد نفسه؟ هل الكل يسمعني بشكل جيد ما عدا دكتور محمد قرأ؟ هل الكل يسمعني؟
يا ريت حدا يقول بس إذا كان ما في صوت. هل الناس عم تسمع؟ عفوا بس لننزل شوي أها، فإذا الصوت واضح، فإذا على ما يبدو المشكلة عندك يا دكتور محمد قرا. طيب لنكمل. فقبل ما نبلش المحاضرة مثل ما قلت راح تكون تفاعلية، بتمنى يكون في أسئلة. الأسئلة ممكن تبدأ من الآن. لا أحكي شوي بس عن الشيء اللي بيسموه الـ Declaration of Interest، يعني أول ما يبلش واحد ليعطي محاضرة خصوصا بالأوساط الأكاديمية هي بنسمعها، بيقول إنه شو في عنده هو مكاسب، خلينا نقول شخصية، من الأفكار اللي عم يطرحها في هذه المحاضرة. أنا بشتغل في الشيء بنسميه الـ NHS، الـ National Health Service، يعني ما عندي أي شغل بالقطاع الخاص نهائيا، لا أتقاضى أي رواتب من أي محل آخر ما عدا شغلي في القطاع العام، لم أتقاضى أي مبلغ مادي لقاء هذه المحاضرة، وليس لي فيها من مكاسب شخصية ما عدا طبعا نشر يعني تثقيف عن موضوع الصحة النفسية والأمراض النفسية. الأفكار التي ستطرح اليوم يعني في بعض معظمها راح يكون هو معلومات يفترض تكون مثبتة وحقيقية ودقيقة إن شاء الله. بعض الأفكار التي ستطرح هي وجهات نظري أنا، أو وجهات نظر مجموعة من الأطباء النفسيين أنتمي إليهم. بعض الأفكار قد تطرح على صيغة أسئلة، قد أكون بعض منها أعرف الأجوبة لها، والبعض الآخر أنا فقط أثيرها من أجل أن نطرح بعض يعني نطرح الموضوع للحوار ولحتى نفكر فيها بعيدا عن هذه الجلسة. طبعا هالجلسة هي من تنظيم جمعية فكر وبناء الجالية السورية في مانشستر. أنا قاعد في مانشستر هلأ، بس الأفكار المطروحة في هذه الجلسة ليس لها علاقة بتوجهات أو تصورات جمعية فكر وبناء. طيب بالنسبة للأسئلة اللي أنا بتمنى أنكم تطرحوها في سياق ضمن هالجلسة هاي اللي راح يكون طولها ساعة، يا ريت تكون الأسئلة في صلب موضوع الجلسة اليوم اللي هو الموضوع العام عن الصحة النفسية والمرض النفسي وما هما. ويا ريت يعني أنا طبيب نفسي، أنا بشوف مرض وبشوف أعراض وبشوف صحة وعلاج، أنا ما بشوف، أنا ماني أخصائي نفسي يعني psychologist، بمعنى أنا ما بعرف كتير بالعلاقات الأسرية وتربية الأطفال والعلاقات بين الزوجين هالتفاصيل هاي. فإذا كان في أي أسئلة من هالنوع يمكن في ناس تقدر تجاوب عليها أحسن مني، فأنا راح أخلي حالي للشي اللي بفهم فيه اللي هو الأمراض كطبيب. طيب شغلي الثانية إنه يا ريت يعني غالبا ما راح أقدر أجاوب على أسئلة على حالات خاصة، حالات مرضية خاصة، إن واحد عنده أخ أو عنده ابن أو عنده أخت أو كذا بيريد يطلب استشارة، فراح أحكي شوي لاحقا على طريقة كيف نحصل على أو كيف نوصل لنحصل على علاج أو نحصل على تشخيص أو إلى آخره من خلال الخدمات الصحية الموجودة في إنجلترا على الأقل اللي هي اللي أنا بعرف فيها. طيب أنا قلت إنه أنا بشوف شيء اسمه صحة ومرض لأنه أنا طبيب. قبل ما نبلش نحكي بالمرض النفسي لازم نحكي شوي بالصحة النفسية، اللي شو هي الصحة النفسية. أنا راح أحكي حوالي ربع ساعة لثلث ساعة. إذا شفت أسئلة ضمن بعد هالفترة، أسئلة ضمن الكومنت راح أحاول أجاوب عليها وأوقف عن المحاضرة إذا بتكون، إذا ما في أسئلة راح أكمل. بكل الأحوال نحن معنا للساعة 8 يعني 50 دقيقة أخرى وبعدين راح نوقف بكل الأحوال. فإذا اللي حدا اللي عنده أسئلة يا ريت يحطهم as we go along يعني كما بيقولوا. طيب فمثل ما قلت نحكي شوي شو معنات الصحة، وبالتحديد عم نحكي عن الصحة النفسية. هل الصحة النفسية هي غياب المرض فقط؟ هل هي شيء له علاقة بالسعادة، أو هل عم نحكي
صحة نفسية، هل تعني السعادة؟ هل تعني الهناء؟ بالإنجليزي بيحكوا عن الـ well-being. اللي حاولت لاقي له تجربة، لاقي له ترجمة بالعربي، ما كتير واضح إنه في عندنا كلمة مقابلة. هل هي الرفاهية؟ هل هي العافية؟ ممكن. هل هي الإحساس بالارتياح؟ مفهوم الصحة النفسية مرتبط بمفاهيم كتير متعددة، من بيناتها مثلاً الارتياح، الطمأنينة، السكينة النفسية، الثقة الواقعية بالنفس، إنه أنا ثقتي بنفسي جيدة، ما هي كتير عالية وما هي كتير عالية بصير نرجسي، كتير قليلة بيصير عندي شيء من الاكتئاب والخجل وغيره. الإحساس بالأمان له علاقة بمفهوم أو مرتبط بمفهوم الصحة النفسية. هل الأشياء اللي حكيتها أنا، الارتياح، الاطمئنان، السكينة، الثقة بالنفس، هل هي بحد ذاتها تعني أنا بوضع صحي نفسي جيد، ولا هي أسس لصحة نفسية جيدة؟ ما بعرف الجواب على هذا السؤال يعني. وأحيانا بعض هذه الأسئلة تدخلنا يعني بمداخل فلسفية أو مفاهيم يمكن، أو مصطلحات يمكن صعب الدخول فيها. طيب، هل الصحة النفسية هي السعادة مثل ما قلت؟ بمعنى أنه إذا أنا كنت سعيد بشكل عام بحياتي، غالبا معناها أنا بصحة نفسية جيدة. ولكن إذا كنت حزين، هل معناها صحتي النفسية سيئة؟ ما بعرف ولا أعتقد. هل الصحة النفسية الجيدة بالضرورة تقتضي إذا قلبناها شوي بالعكس، إذا أنا صحتي النفسية جيدة، هل معناها أنه أنا إنسان سعيد في حياتي؟ هل هن على ما يبدو هن مفهومين مرتبطات ببعض، ولكننا لا نتحدث عن نفس الفكرة عندما يعني نضع فكرة الصحة النفسية بمقابل فكرة السعادة. إذا عم أحكي بسرعة مهلوني شوي، لأنه عم أحاول أغطي قدر الإمكان. في حدا عم يسأل عن الصحة النفسية والصحة العقلية، أنا بستخدم الكلمتين بنفس يعني أنا بحكي عن النفس، لأنه العقل هو يعني مفهوم شوي معقد، حتى بالإنجليزي معقد شوي. المايند هو البرين، ولا هو التظاهرة النفسية للبرين ولا للدماغ يعني، ولا لا. فما حبيت كثير ادخل بفكره العقليه، بس انا يعني وقت اللي عم نحكي عنهم هلا عم نحكي عن صحه نفسيه وصحه عقليه بنفس الطريقه. طبعا في ناس ممكن تختلف معي وما في مشكله ابدا. هل الصحه النفسيه هي الوضع الطبيعي للصحه؟ بمعنى انه انا اذا حالتي النفسيه طبيعيه، لو واحد يسالك انه هاو ار يو، بتقول له اوكي يعني طبيعي. هل هذا هو معناه صحة، معناها أنا بصحة نفسية جيدة أو طبيعية؟ هلا بنرجع شو معنات يعني، لأنه بالطب بنحكي عن شيء نورمال وشيء اب نورمال، شيء طبيعي وشيء مو طبيعي. والطب يعني المرض يعني هي بالتعريف حالة غير طبيعية للجسم مثلا أو للعقل، إذا بدنا نحكي يعني بالمجال النفسي. هلا ما هو يعني إذا عم نحكي عن شيء طبيعي، شو معنات طبيعي؟ يعني وهل في شيء واضح ومحدد ومطلق فيما يتعلق به الأشياء الطبيعية فيما يتعلق بالصحة النفسية؟ لما بنحكي عن الصحة النفسية أو العلم النفس أو الطب النفسي أو السايكولوجي، عم نحكي عن بشكل أساسي عن 3 شغلات، اللي هن الأفكار يعني الثوتس، المشاعر أو الفيلينجز خلينا نقول، وثالث شغلة هي السلوك أو البيهيفير. يعني بتسمعها كثير هي ثوتس فيلينجز أند بيهيفير، أفكار ومشاعر وسلوك. فلما عم نحكي عن شيء طبيعي ضمن هالأشياء الثلاثة هذول، أولا الشيء اللي طبيعي في بلادنا مثلا، في سوريا لنفرض، أو بالبلدان العربية، فيما يتعلق بسلوك أو أفكار أو مشاعر، قد يكون غير طبيعي في بلدان أخرى حتى اليوم يعني، في مثلا في القرن الـ21. ما كان طبيعيا في مجتمع، لناخذ مجتمعنا السوري، ما كان طبيعيا في مجتمعنا السوري من 50 سنة، قد يكون هلا صار غير طبيعي، او العكس بالعكس. فاذا ما هو طبيعي من ناحيه الافكار والمشاعر والسلوك يتغير بين فتره واخرى. يجوز هاي الاشياء تاخذ يعني اجيال وليس سنتين او ثلاثه.
الشيء المهم اللي هلا عم نعيشه مثلا بعصر خلينا نقول بعصر الحرب او الثوره في سوريا، وخلينا نقول اكثر من هيك اليوم بالكم اسبوع الماضيات او الحاليات عصر الكورونا، لما بيكون في ازمه بتشوف انه الناس عم تعمل سلوك ومشاعر وافكار قد لا تكون مقبوله او طبيعيه في ظروف اخرى. لما عم نشوف الناس كلها عم تمشي وحاطه كمامات على وجهها مثلا، لما لنفرض انه خلينا نقول من شهرين ماضيات، انت لما تمشي لما بتشوف انه في ناس عم تحط كمامة تستغرب انه ليش الواحد هيك عم يعمل مثلا، او يثير الفضول، يثير انه او الاستغراب او هيك، في حين هلا بجوز الناس عم تطالب انه لازم كل الناس تلبس كمامات والى اخره يعني. فانا الشيء اللي عم احاول اقوله انه حتى لما بنيجي بنقول طبيعي versus غير طبيعي، هي كلها اشياء يعني نسبيه، وكثير صعب انه نحدد معناها بشكل كتير دقيق. هلا في الشيء اللي بنعرفه انه في علاقه كتير وثيقه بين الوضع النفسي في عند الافراد وعند المجتمعات، وبين الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لهذه الافراد ولهذه المجتمعات. بمعنى انه معظم الامراض مع استثناءات قليله، معظم الامراض النفسيه عم نحكي، هي تظهر اكثر بنسب اعلى بكثير عند الجروبس او الهاوس هولدز او الناس او الاسر اللي وضعها الاقتصادي والاجتماعي سيء. عم نقول معظم الامراض باستثناءات قليله. فإذا فيك تقول إنه الفقر مثلا أو الجهل من الناحية التعليمية هي عوامل خطورة لتزيد من احتمال الإصابة بالأمراض النفسية. الشيء المهم الآخر هو الفروق بين الطبقات، خلينا نقول العليا في المجتمع والطبقات الدنيا. يعني كل ما زادت الفروق الاجتماعية والاقتصادية فيها في المجتمعات بيزيد احتمال يكون في عندنا مشاكل نفسية. هل أنا عم أقول إنه نسبة الأمراض النفسية في المجتمعات الغنية، خلينا ناخذ أوروبا أو أمريكا أو اسكندنافيا أو إلى آخره، هي أقل من نسبها في أفريقيا أو في بلدان العربية؟ هذا ليس صحيحا. في كثير دراسات تقول إنه نسبة، لناخذ مرض الفصام اللي هو له علاقة واضحة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي للشخص، نسبة الفصام بالمجتمع prevalence يعني اللي بنسميه بأي لحظة هو 1%. إن كان رحت على أمريكا هو 1%، كان رحت على سوريا هو 1%، إذا صدقنا دراسات منظمة الصحة العالمية وغيرها. فإذا هون بدخلنا يعني في علاقة شوي معقدة بين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات وللأفراد وللأسر وبين المرض النفسي. طيب أنا عم أشوف الأسئلة اللي بلشت تجي، بس طويل شوي الأسئلة، فيمكن راح أرجع أقراهم، بس حكيت لي لشي ربع ساعة. حكيت على منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة النفسية كما يلي، عم تقول إنه هي state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to community. لترجمة يعني هي حالة من نرجع على فكرة well-being، ترجمتها العربية اللي ما أنا كتير واضحة، هي حالة من خلينا نقول من العافية، من خلال الشخص يكون قادر على أنه يحقق ذاته أو يستخدم قدراته الذاتية، realize his or her abilities، يقدر يتحمل ال normal stresses of life. شو معنات normal stresses of life؟ شو معنات ضغوطات الحياة الطبيعية اللي عم يصير بسوريا؟ هل هي ضغوطات حياة طبيعية اليوم، السنة الماضية، قبلها، ما بعرف. Can work productively and fruitfully، يعني هو إنسان عم يشتغل وعم ينتج في المجتمع، وهو قادر أن يقدم مشاركة فعالة للكوميونتي، للمجتمع اللي حواليه. فهذا تعريف منظمة الصحة العالمية. ما بعرف شو يعني شو آراء الناس بهيك تعريف. هلا باي ذا واي، التعليقات أو الأسئلة يعني في الناس كمان تختلف بتعليقاتها أو بأسئلتها، في تعارض الشيء اللي أنا عم أحكي، ما في شيء مطلق هون.
في طريقة ثانية للنظر للصحة النفسية، هي من خلال well being، يعني عافية إلى ثلاث جوانب: الجانب العاطفي، الجانب psychological يعني النفسي، الجانب السوشيال يعني الاجتماعي. فلما بنحكي عن emotional well being، يعني عافية عاطفية خلينا نسميها، عم نحكي نحن على هالمشاعر الإيجابية اللي حكيناها قبل، اللي هي مشاعر الاطمئنان، الاستقرار، السكينة، الأمان، إلى آخره. يعني عم نحكي على psychological well being، عم نحكي على شيء قدرة على تحمل ضغوط الحياة، عم نحكي على self esteem يعني ثقة بالنفس بجوز هي واقعية ومعقولة، عم نحكي على القدرة على معالجة المشاكل مثلا من غير ما انهار نفسيا. طبعا عم نحكي على social well being اللي هي ثالث شغلة، عم نحكي على انه انا اكون شخص فعال في المجتمع، وانه يكون لي علاقات طيبة مع الناس. طيب، في تشاريتي هون بهذا البلد اسمها مايند، او تشاريتي يعني منظمة غير حكومية خيرية، mind.org.uk، في معلومات، تعطي معلومات هائلة وخدمات كثير كبيرة مجانية طبعا للناس اللي عندهم مشاكل نفسية. مايند إلون بتشوفوا يمكن التشاريتي شوبس تبعهم، او المحلات اللي بيبيعوا فيها سكند هاند وهيك. فمايند عم تحكي عن الصحة النفسية كالتالي، عم تقول انه في إلى عدد من الـ الاليمنتس او العناصر خلينا نقول الصحة النفسية. واحد منهم هو اني انا اكون كونفيدنت، يعني عندي ثقة بحالي وعندي السيلف استيم. هذا شو يعني سيلف استيم؟ يعني ثقة بالذات، اللي هي يعني يسموها بوزيتيف سيلف استيم، يعني ثقة بالذات ايجابية. انا برأيي المهم هو ثقة بالذات واقعية، يعني مو كتير زيادة ومو كتير قليلة. شغلة تانية المهمة اللي بيحكوا عنها هي القدرة على انه الانسان يشعر ويعبر عن رينج واسع، يعني عن مجال واسع من المشاعر. يعني اذا بنقول انه الواحد مثلا هو دائما غضبان، ما بيقدر يحس الا بالغضب، يعني ما في سعادة، ما في حزن، ما في ملل، ما في كذا، ما في كذا، فهذا غالبا انسان عنده مشكله نفسيه. بنفس الطريقه اذا كان الانسان ما نقاد، يعني الرينج تبع المشاعر تبعه هو كتير ضيق، فهذا غالبا وضعه النفسي ما هو كتير منيح. الشغله الثالثه هي القدره على انه يبني ويحافظ على علاقات جيده مع الاخرين. طبعا هذا ممكن يكون علاقات في العمل، في الأسرة، العلاقة مع شريك الحياة وإلى آخره. مو بس هي بناء العلاقات، لأن في ناس كثير شاطرة بأنه تبني علاقات بسرعة شديدة، ولكن هي المحافظة عليها. وعم نحكي على شيء يعني متبادل ويسر أو يفيد الطرفين بالعلاقة، وليس أنه أنا كثير مبسوط بعلاقتي مع الآخرين بس الناس كلها بتكرهني. هذا ما هي يعني ما هو مؤشر لصحة نفسية جيدة. الشغلة الرابعة هي الشخص يكون engaged، يعني منخرط بالمجتمع اللي حواليه، متفاعل مع، يعني بهمه الآخرين وبهمه قضايا الناس اللي حواليه. طبعا هاي يمكن واحد يفكر فيها انه هل هذا بالضرورة معيار صحة نفسية ولا لا، راح اترك الجواب لكم. النقطة الأخرى هي قدرة على، نرجع، قدرة على coping with stress of daily life، يعني القدرة على تحمل ضغوطات الحياة اليومية، اللي WHO نظام الصحة العالمية كان يسميها ضغوطات حياة يومية طبيعية. فما بعرف شو معناها الطبيعية كمان، ولا أي حد شيء بنقول طبيعي أو لا. الفكرة الأخيرة بتعريف mind للصحة النفسية هو أنه الواحد يكون عنده قدرة على adaptability، يعني تكيف، تكيف، وانه يقدر يتعامل مع ظروفه، خصوصا في لما الاشياء بتتغير بحياته، لما بيكون في uncertainty، يعني بيكون في عدم وضوح بالصوره بالنسبه له، او عدم وضوح بالمستقبل، مثل هالايام مثلا شو راح يصير بعد اسبوعين ثلاثه الى اخره. فقدره الانسان على التكيف مع وضعه المتغير باستمرار، فهذا يقولون انه هو من عوامل او من الاليمنتس، يعني من عناصر الصحه النفسيه. واعتقد هذا مهم كثير. طيب، في فكره ثانيه ما كثير بينحكى عنها بالكتب الطب النفسي، خلينا نقول يمكن نحكى عنه ببعض جوانب
علم النفس اللي هي فكرة المعنى أو المغزى. وأنا أعتقد يعني هون ببلش بحكي شو أنا بشوف. أعتقد إنه من المظاهر المهمة للصحة النفسية هو أن يكون يعني للإنسان لإحساسه بذاته يكون متعلق بشيء معنى أو مغزى أكبر من حاله نفسه، بيكون بيشوف لوجوده في هذه الحياة معنى أو مغزى لحياته. وأعتقد يعني هذا مهم كثير من الـ طبعا هون بيدخلنا كمان بمشاكل وجودية. معظم الناس اللي بتدخل بأزمات وجودية غالبا تدخل بمشاكل نفسية بعدها كمان أو قبلها. طيب، إذا جينا مثلا لقسم كبير من الأمراض، من المرضى اللي بنشوفهم بحياتنا، هن مرضى غالبا مهمشين بحياتهم، غالبا مرضى ما بيشوفوا لحياتهم أي معنى ولوجودهم في هذه الحياة أي دور أو أهمية. حكينا على الصحة النفسية، أنا عم أطلع على الساعة، خليني أخذ كم سؤال لو سمحتوا، لأنه بعدها بدي أبلش أفوت بالمرض. طيب، في سؤال من أخت اسمها ميليا تقول: كثير من الحالات التي نراها لديها الشعور بالمرض والتعب الذي لا وجود له نتيجة الضغوط عليهم، هل يجب على هؤلاء الأشخاص زيارة الطبيب؟ شكرا للسؤال. كنت بدي أحكي أنا بعد شوي، لسه ما وصلنا طبعا للمرض وشو معنات مرض وكيف هذا مختلف عن الشيء اللي اسمه توتر أو ضغوط حياة أو ضغوط حياتية أو ظروف حياة صعبة، وشو وين بيصير، يعني وين بيصير طبيعي وين ما بيعود طبيعي. هلأ بنوصل إن شاء الله يا ميديا، بس طولي بالك شوي. في سؤال من جودي اسكندر: شو بالنسبة للأشخاص بيروحوا لعند طبيب نفسي وبيحسوا إنه الطبيب بس بيعبي الورقة والاستبيان وبيسأل كم سؤال كم سؤال شوي، يعني بيخلق شعور عند المريض اللي بيعاني نفسيا إنه عبارة عن رقم مثله مثل أي مريض على لائحة الانتظار، بيروح بيفوت اللي بعده وهكذا. هل ممكن الواحد يتعالج ذاتيا دون الحاجة للمراكز والأطباء؟ طبعا هم في اثنين عم تثيريهم يا جودي. أول نقطة هي إنه شو منشان الناس بيروح، في كثير من الأطباء النفسيين للأسف، مو بس ببلادنا وحتى هون في هذا البلد، اللي بالنسبة لهم المقابلة أو القعدة مع المريض هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي حاطة بذهنه، تيك بوكس يعني بيسموها بالإنجليزي، كيف مزاجك، كيف نومك، كيف أكلك إلى آخره، وبعدين بيعطيه تشخيص بيقول له روح معك اكتئاب، وبعدين بيكتب له دواء. هذا موجود هون، موجود بسوريا، موجود بكل محل للأسف، وموجود بشكل يعني شائع جدا. ومعك حق إنه المريض اللي بالأساس حاسس، لنفرض مثلا راح المريض لعند الطبيب باكتئاب، من أحد أعراض الاكتئاب هو ضعف الثقة بالنفس، هذا السيلف استيم اللي قال لي هلأ دكتور بلال، شكرا، قال لي إنه هو تقدير الذات. بالأساس مريض الاكتئاب عنده تقدير الذات كتير ضعيف منخفض، يعني بيروح لعند الطبيب، الطبيب بيعامله وكأنه هو يعني إدبارة أو وكأنه هو يعني شخص غير مهم، مشان بيجي هو بعده بيجي اللي بعده بعده بيجي اللي بعده وهكذا. فهذا ممكن يزيد المشكلة ما يحسنها. وكثير من الناس بيروحوا على الأطباء النفسيين وبيرجعوا يعني مردودين نفسيا أكثر ما وقت اللي فات. كثير مهم أحكي شغلة هون بهذا السياق، إنه أي دواء، باي ذا واي، أي دواء حتى لو كان دواء عضوي أو نفسي، يعني من الأدوية النفسية، حتى لو كان مضاد حيوي يا سيدي، أي دواء نسبة احتمال إنه يشتغل يزداد بشكل كتير كبير إذا كان المريض عنده ثقة بالطبيب اللي عم يوصف له الدواء، إذا كان المريض عنده علاقة جيدة مع الطبيب، بمعنى إنه المريض عنده إحساس بأنه الطبيب بهمه صحته، بهمه يساعده، وليس الطبيب عم يشوفه كمصدر رزق مثلا، أو كأنه الطبيب عم يشوفه ك ك كإدبارة أو كمجموعة أعراض أو إلى آخره. فإذا هون بنحكي حتى لما عم يعطيه دواء، احتمال إنه الدواء يشتغل كتير قليل، لأنه المريض already كفر بكل هالطريقة من التعامل. فهلا سؤالي كان في له جانب آخر: هل ممكن الواحد يتعالج ذاتيا من دون الحاجة للمراكز؟
او الاطباء. هي راح نحكي عنها شوي، بس نحكي على شو العلاجات او شو الدرجات، خلينا نقول عادة بشكل عام. في شيء يعني بالامراض النفسية، وراح احكي شوي تانية، في شيء اسمه mild وmoderate وsevere، يعني شيء بسيط وشيء متوسط الشدة مثلا وشيء شديد. كثير من الأحيان خلينا ناخذ الاكتئاب مثلا، في شيء اسمه mild depression وmoderate depression وsevere. المايلد اللي هو الحالة الخفيفة، معظم الأحيان حتى عند الجي بي، لما تروح لعند الجي بي، الجي بي ما بيوصف دواء للمايلد depression، وإنما بيقول شيء اللي بيسموه watchful waiting، يعني استنى كم أسبوع وشوف كيف بيصير معك. بيعطوه بعض بجوز النصائح، بيعطوه بعض الشيء اللي بنسميه social prescribing، يعني روح اعمل رياضة، روح اعمل دايت، روح تواصل مع أصدقائك إلى آخره. أحيانا بيعطوه counseling اللي هو إرشاد نفسي وإلى آخره. ففي الحالات البسيطة أو الخفيفة، كثير من الأحيان ممكن واحد يتعالج ذاتيا، وكثير من الأحيان بتروح لحاله. بس إذا عم نحكي عن واحد وصل لدرجة، يعني غالبا لما الواحد عم يروح على مريض نفسي، فنحن اوريدي عم نحكي على شيء، على طبيب نفسي عفوا، نحن اوريدي عم نحكي على شيء متوسط أو شديد، شيء يعني بحاجة ل professional help، يعني مساعدة من شخص professional، يعني شو يعني professional، يعني شخص هي شغلته. شو اسم الدكتور؟ اسمي مصطفى الأشقر. في حدا جاوب، شكرا يا ضياء. طيب فهدول الاسئله لحد هلا، ما بعرف اذا في اسئله. كان هيثم عم يقول لي انه راح يحط الاسئله كمان على الفيسبوك، عفوا على الواتساب. كيف يعرف الانسان انه في صحه نفسيه جيده؟ فاعتقد يعني جاوبت على هالسؤال. هلا في ناس بتقول اذا انا بلشت افكر انه هل انا فعلا صحتي منيحه، معناها غالبا غالبا عم اشك، يعني غالبا ماني متاكد. هلا ما بعرف اذا هذا صحيح ولا خاطئ. النقطه الثانيه المهمه انه يعني في يعني ما بعرف شو معنات صحه نفسيه، لانه كمان هي بيضل في رينج، يعني في سبيكتروم. في صحه نفسيه يعني بتتغير بين يوم واخر. انا بشكل عام صحتي النفسيه جيده مقبوله، احيانا بتصير كثير منيحه، احيانا بتصير بتقرب شوي للمجال السيء اللي بيجوز اذا زاد شوي عن الحد بدخل بمرض نفسي. فهي رينج، يعني ما هي شغله كثير ثابته. وبرد بقول يعني هي دائما هي بحاله من التغير الدائم. فكيف الواحد بيعرف؟ غالبا بيكون عنده يعني بيكون عنده احساس داخلي. هل انا الفكره الثانيه، يعني معظم الأمراض، إذا ما بنحكي عن مرض الفصام، فمعظم الأمراض النفسية هي فيها معاناة للشخص. طبعا مرض الفصام بمعظم الأحيان المريض بيكون عم يعاني كمان، ولكن ببعض الأحيان بيكون دخل بعالم من يعني فصامي كتير مختلف، أو ذهاني خلينا سايكوتيك، يعني كتير مختلف، فما بيعود واعي إنه وضعه هو سيء. الناس اللي حواليه بتعاني بس هو ما بيعاني. بس معظم الأمراض النفسية، الشخص اللي عنده مرض نفسي هو بالتعريف بالضرورة هو شخص يعاني، يعني شخص ما أنه مرتاح، ما أنه مبسوط. ما بعرف إذا كنت قدرت جاوب على هذا السؤال. طيب فهدول الأسئلة حاليا، مثل ما قلت، ممكن الناس تجاوب على هالأسئلة إذا بتحبوا، أو تطرح أي شيء مختلف عن الشيء اللي عم أحكي، أو تعترض على أي شيء، ما في مشكلة. طيب حكينا عن الصحة النفسية بتعريف ال WHO، بتعريف ال Mind ال Organization. بدنا نحكي شوي عن المرض النفسي. هلا كنا عم نقول إنه هل الصحة النفسية هي غياب المرض؟ برجع بسأل السؤال نفسه، هل المرض النفسي هو غياب أو نقص أو انعدام الصحة النفسية؟ إذا قلنا الصحة النفسية أحد معالمها هو وجود هذه المشاعر الإيجابية اللي هي إحساس بالأمان، إحساس بالاستقرار، إحساس بالطمأنينة، السكينة النفسية إلى آخره. فهل المرض النفسي هو غياب هذه المشاعر؟ كثير من الأحيان الشخص بيكون عنده إحساس بالحزن، بالأسى، بالألم، بالملل، بالضجر، مثل هالأيام مثلا. هل معناها أنه نحن عندنا مرض نفسي حاليا؟ أكيد لا. فإذا المرض النفسي ليس هو فقط بالضرورة غياب الصحة النفسية. وهذا يعني
هون في ببلش ندخل بشوي تناقض بعتقد بنحله اذا فهمنا انه يعني في المرض نفسه هو قد يكون اكستريم اند، يعني قد يكون الطرف النهائي من وضع نفسي بأحد زواياه هو وضع كتير منيح بيضعف شوي أو بيسوء 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 بيوصل لدرجة بيصير اسمه مرض نفسي. ماشي، في يعني في عندي أنا mental well-being، خليني أقول أنا بي well بي good mental health، شوي بتصير مو كتير منيحة بس مظبط حالي. الآليات الـ coping strategies، يعني آليات التحمل والتكيف وإلى آخره، عم تساعدني، اللي أنا راكمتها عبر السنوات عمري عم تساعدني إني أتحمل حياتي. شوي شوي بيزيد علي لنفرض الضغط النفسي وضغوطات الحياة اللي توصلني لدرجة إنه أنا غير قادر. فبالطب بيحكوا عن شخص انكسرت معاوضته، يعني ما عاد قادر على whatever the tools، الأدوات الإمكانيات اللي عنده ما عاد قادر إنه يتحمل. فهون بيصير شيء اسمه break down بالإنجليزي، بالعامية الإنجليزية بيقول لك mental break down، يعني صار عنده انهيار نفسي أو مرض نفسي، فدخل ب الحيز اللي بنسميه المرض النفسي. ماشي، المنظمة الأمريكان سايكياتريك أسوسيشن، هي منظمة الأطباء النفسيين أو الطب النفسي في أمريكا، اللي هي إلى دور يعني عالمي في إلى دور عالمي في إنه يحطوا جايد لاينز ويحطوا قواعد لطريقة العمل النفسي وإلى آخره. بتعرف في المرض النفسي من خلال شغلتين. الشغلة الأولى هي تغير بهالثلاث شغلات حكيناهم قبل، اللي هن الأفكار والمشاعر والسلوك. فإذا بنحكي عن تغير عن الوضع المعتاد، خلينا نقول. الشغلة الثانية بتحكي عن ديستريس، اللي هو ديستريس يعني توتر، يعني ضغط، يعني حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى مشاكل في قدرة الإنسان على العمل، قدرة الإنسان على بناء علاقات جيدة مع الناس اللي حواليه، وإنه يفانكشن بشكل طبيعي، يعني يعيش حياته بشكل طبيعي بالمجتمع. فإذا عم نحكي عن شغلتين، شغلة هي تغير بالأفكار والمشاعر والسلوك، الشغلة الثانية بتسبب له ديستريس، يعني هذا الشيء اللي حكينا عنه اللي هو المعاناة اللي عم تعمل له، مش بتعمل له بروبلم، بتعمل له مشكلة في علاقاته مع الآخرين، في قدرته على إنه يروح على شغله ويشتغل بشكل طبيعي. طبعا الشغل لما عم نقول واحد يشتغل، ممكن واحد يقول لي طيب في عندي أنا امرأة عم تربي أولاد، قدرتها على إنه تربي أولادها، هذا البيرنتينج، هي شغلتها، قدرتها على انه يكون تعاملها وعلاقاتها مع الاولاد ومع المحيط ومع الزوج والى اخره تكون فيها شيء من الطبيعي. طيب، فاذا هذا المرض النفسي. الـ APA اللي هي الامريكان سايكياتريك اسوسيشن اللي اعطتنا هذا التعريف بتقول انه mental illness is nothing to be ashamed of، يعني شيء ما لازم نكون خجلانين منه او ما هو عار على الشخص. It is a medical problem just like heart disease or diabetes. يعني هي مشكلة طبية، المرض النفسي هو مشكلة طبية مثلها مثل الأمراض القلب والسكري. أنا لا أوافق على هذا الكلام، وأعتقد هذا يعني هذا كلام حق يراد به، كلام باطل يراد به حق، يمكن لأنه كلام يراد به حق بمعنى هو المقصود منه انه نحن نحارب الاستيغما او الوصمه الموجوده ضد المرضى النفسيين وضد المرض النفسي وضد الاطباء النفسيين، باي ذا واي في وصمه كبيره كمان. ولكن انا اعتقد في فرق كثير كبير بين الامراض النفسيه وبين امراض القلب والسرطان وامراض السكري والى اخره. في فرق كبير بين جسم اللي هو القلب والسكري وغيره وغيره، الجسم الإنسان البادي، و الأنا السيلف، مين أنا كشخص. وبعتقد يعني لما عم نحكي على أمراض نفسية هي تطال إحساس الإنسان بذاته بالكور، يعني بالشيء اللي بشك يعني اللي بيعطيه إحساسه بمين هو كشخص. في حين لما أنا بيصير معي مرض سكري، أنا بعرف إنه في عضو صغير بجسمي اللي هو اسمه غدة البنكرياس مضروبة، بس كل شيء باقي شغال. أنا كشخص بعرف إنه أنا لساني متماسك
وصامد وإحساسي بذاتي مستقر. فهذا فرق يعني كثير كبير. الفرق الآخر إنه بالأمراض الجسدية بيصير في تغيرات بيولوجية وفيزيولوجية نحن بنشوفها بشكل واضح، هي اللي بتسبب يعني بمرض الأمراض مثل ما عم نحكي على الدايابيتس مثلا، مرض السكري اللي بيحصل هو إنه ما بيعود في انسولين كافي، مثلا غدة البنكرياس ما عم تفرز انسولين كافي، او في انسولين كتير بس الجسم ما عم يقدر يستفيد منه. في الامراض النفسية، فهذا اللي عم يسبب السكري. بالامراض النفسية في اشياء عم تصير بالدماغ، بس ما واضح انه الشيء اللي عم يصير بالدماغ هو اللي عم يسبب الاعراض، الاكتئاب وقلة النوم وقلة الاكل والى اخره الى اخره. عم تكون شيء عم يصير بالدماغ اللي هو خلينا نقول نقص السيروتونين ولا اي شيء اخر، هذا عم يرافق الاعراض النفسيه ولكنه ليس مسببا لها. وهون يعني هون في اشكاليه كثير كبيره. فاذا لما نحن بنقول الاكتئاب هو مثله مثل السكري مثله مثل مرض القلب، عم نحاول يعني ليش قلت كلام يراد به حق، لانه عم نحاول نساعد الشخص المكتئب انه يروح يشوف طبيب وياخذ دواء، ولكن ما بس مطلوب من مريض الاكتئاب انه يروح ياخذها، مطلوب انه كثير اشياء ثانيه لازم يشتغل عليها لحتى يشفى من الاكتئاب. وفي فرق كبير بين الاكتئاب وبين مرض القلب والسكري وارتفاع الضغط والى اخره. طبعا هي وجه، هون نحكي وجهه نظري انا، وليست يعني هي ما بالضروره شغله كل اطباء النفسيين بيوافقوا. انا عم اقول هذا يعني الشيء اللي هلا قراته انا انه هو اتس ميديكال بروبلم، هي حاله طبية مثلها مثل أمراض القلب والسكري. هذا منظمة الأطباء النفسيين الأمريكيين هيك عم تقول، بس أنا لا أوافق على هذا الكلام. وطبعا لكم الحكم، يعني كل واحد له الحق يكون عنده رأي في هذا الموضوع. طب أخذ كم سؤال. كيف أساعد شخصا أراه دائما محبطا واليأس مسيطر عليه بسبب الظروف الصعبة؟ إن شاء الله رح نقدر نحكي عن هالموضوع لما بنحكي شوي عن الاكتئاب، لأنه عم نحكي على ما يبدو هون لما عم نقول عن شخص محبط. طبعا هلأ هون يعني إذا الشخص، هلأ عم نحكي عن شخص محبط واليأس مسيطر عليه، هذا مرض نفسي ولا لا؟ أكيد لا. الإحباط واليأس ليس يعني عرضين من اعراض، يعني ليس مرضا نفسيا بالمعنى الحرفي للكلمه. ممكن يكونوا اعراض اكتئاب، هذا صحيح، او اعراض امراض نفسيه اخرى، ولكن لما انا بقول شخص محبط ويائس، هذا قد يكون استجابه كثير طبيعيه لواقع هو فعلا واقع محبط ومثير للياس. وهذا كثير مهم، كثير مهم بالشيء اللي انحكى بسوريا، لما نحن عم نشوف مثلا احصاءات تقول بانه شو بعرفني نص الشعب السوري عنده مرض نفسي وعنده PTSD وعنده كذا وعنده كذا. بمعظم هذه الاحيان، وخصوصا لما بيكون في كارثه تعم كل الناس او 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 شريحه واسعه من المجتمع، غالبا الشيء اللي عم نشوفه عند الناس هو استجابه طبيعيه لظروف غير طبيعيه، لظروف مرضيه خلينا نسميها. مين المريض؟ يعني المريض هو الوضع هو المريض وليس الأشخاص. وأنا برأيي هون يعني هون في شيء أخلاقيا خطأ لما أنا بجي بقول إنه الناس هي مريضة نفسيا، سواء كان PTSD هو اضطراب ما بعد الصدمة، اللي هو Post Traumatic Stress Disorder. في شيء أخلاقيا خاطئ إني أنا أقول الناس عندها مرض نفسي، لأنه PTSD هو مرض نفسي، لما بيكون حتى أعراض PTSD تبعها هي استجابة طبيعية لوضع هو وضع خاطئ ووضع محبط ومثير لليأس ووضع مرضي. طيب، ما هو التثقيف النفسي؟ الشيء اللي عم بحكي هلا هو نوع من انواع التثقيف النفسي. التثقيف النفسي اللي هو بالانجليزي سايكو ايدكيشن، هو نوع من انواع يعني مساعده المريض او احيانا اهل المريض او الناس اللي يعني الناس اللي ما هم الاخصائيين النفسيين على تعلم أكثر عن الأمراض النفسية وطرق العلاج وإلى آخره. السايكو إيدوكيشن بحد ذاته، تثقيف نفسي بحد ذاته، هو نوع من أنواع العلاج النفسي. هو من العلاجات اللي هي قد تكون فعالة في بعض الأمراض. طبعا هي دائما مفيدة، ولكن
في عندنا تجارب تقول بأنه مثلا تثقيف نفسي هو فعال في مرض مثل مرض ثنائي القطب اللي هو البايبولار ديسوردر مثلا، الأشياء اللي كتير قليلة اللي في إثبات علمي أنه هي فعالة في هذا المرض، تثقيف النفسي عم نحكي. أنه مثلا لمرض ثنائي القطب نحن بنعلم المريض شو معنات مرض ثنائي القطب، شو طبيعة النوبات اللي بتصير، شو اللي ممكن يحرض النوبة، شو ممكن يساعد، شو ممكن يضر إلى آخره، فهذا كله ضمن سياق تثقيف نفسي. محاضرة اليوم، جلسة اليوم هي نوع من أنواع التثقيف النفسي. شخصية الشخص، سؤال آخر، شخصية الشخص مو بتلعب دور أساسي، بتحمل مقدار معين من الستريس حتى تصاب بمرض نفسي؟ نعم، هذا سؤال من أخت نيفين، هذا سؤال كتير ظريف وصحيح، أنه بعض السمات الشخصية اللي يسموها الـ personality traits يعني قد تجعل الناس، قد تجعل الشخص الحامل لهذه السمة في شخصيته أو شخصيتها معرضاً لدرجة أعلى لبعض لظهور بعض الأمراض النفسية. يعني أحد الأمثلة الواضحة مثلا على هذا الموضوع هو، هلا حكينا على موضوع الـ PTSD اللي هو تناذر ما بعد الصدمة النفسي، Post Traumatic Stress Disorder. إذا شخص الشيء اللي بيسموه الانتروفيرت، يعني الشخص اللي بياخذ طاقته من طاقته الحيوية النفسية من انطوائه على ذاته وانعزاله عن الآخرين، بحاجة ليقعد مع حاله ساعات طويلة باليوم ليشحن، هذا شخص معرض، هي personality trait، هي سمة شخصية، هي هذا شخص معرض لل PTSD، لمرض تناذر ما بعد الصدمة النفسية، أكثر من الشخص اللي بيسموه الاكستروفرت، الشخص اللي بياخذ طاقته من الاختلاط بالآخرين. الشغلة الثانية، مثلا أحد الأمثلة الأخرى اللي هي بنشوفها بالشخصية اللي بيسموها الشخصية النيوروتيك، يعني شخصية أحيانا يسموها بالعربي العصابية، اللي هي شخص اللي عنده رينج كتير واسع، يعني المشاعر تبعه مثلا أنا تطلع لما بفرح بفرح لهالحد، الشخص النيوروتيك بفرح لهالحد، إذا بيغضب أنا مثلا بعصب شوي هو بيعصب كتير إلى آخره، فهذا الشخص النيوروتيك اللي عنده رينج كتير واسع من الـ من الـ من الشعور الواحد، فهذا النيوروتيك مثلا احتمال ينصاب بامراض مثل الاكتئاب، مثل القلق، مثل الاضطرابات الشخصيه هو اعلى. فنعم، جوابك او سؤالك يعني صحيح. يعطيك العافيه. ما الذي على طالب العلاج فعله إذا أراد العلاج دون اللجوء إلى العلاج الدوائي، وخاصة أن أعراض أدوية مثل أدوية الاكتئاب لها أعراض جانبية تجعل الأمر أسوأ؟ نعم، وهذا يعني لسه ما بلشنا بالحكي عن الأمراض، عن العلاجات عفوا، بس طبعا في شيء اسمه علاج بالأدوية، وفي شيء اسمه، يعني أنا كنت مصنفهم بطريقة كتير يعني عريضة، خلينا تصنيف عريض، هو علاج دوائي اللي هي الأدوية النفسية، علاج نفسي اللي هو السايكولوجيكال ثيرابي يسموه، أو السايكوثيرابي أو سايكولوجيكال تريتمنت أو توكينج تريتمنت، علاج بالكلام يعني بالحكي. الشغلة الثالثة هي السوشيال بريسكرايبينج أو السوشيال تريتمنت، خلينا نقول اللي هي أشياء اللي يمكن الواحد يعملها لحاله، اللي بيناتها الرياضة والدايت والروتين والسليب هايجين، يعني تنظيم النوم والعلاقات مع الآخرين وإلى آخره وهيك، فهدول بشكل عام. فطبعا في شيء اسمه العلاج النفسي اللي هو غير دوائي، يعني لا علاقة له بالأدوية، ما هو معناها انه العلاج النفسي ليس له اثار جانبيه، قد بعضها قد يكون ضارا كمان، ما هو معناها انه العلاج النفسي دائما مستطب او مستحب اذا كان العلاج الدوائي غير ناجح. وغالبا غالبا اذا اخذنا دواء مع علاج نفسي بيكون احسن من إذا أخذنا دواء لحاله أو علاج نفسي لحاله. أنا وجهة نظري في هذا الموضوع، أنا شخص، أنا معالج نفسي وطبيب، يعني أنا بوصف أدوية وبنفس الوقت
أعمل علاج نفسي. أنا بحاول ما أوصف أدوية إلا عند الضرورة القصوى، وعندما يعني أصف الدواء هدفي من وصف الدواء هو مساعدة المريض. يعني إذا مريض مزاجه كتير كتير في الحضيض، مريض اكتئاب خلينا ناخذ من أشياء الأمراض، إذا مزاجه كتير في الحضيض فهذا المريض ما رح يقدر إنه يتجاوب مع العلاج النفسي، ما بيكون عنده حتى قدرة إنه يفكر بشكل، ما عنده ذاكرة ولا تركيز ولا انتباه لأنه يفكر في مشاكله سواء بوجود معالج أو لحاله. فنحن بنعطيه دواء ليرفع له مزاجه شوي لحتى يقدر، ما يرفع له مزاجه كتير ويحل له المشكلة تماما، لأنه إذا حليت له المشكلة تماما ما عاد صار مزاجه كتير طبيعي، فما عاد في مشكلة، فالمريض بيوهم حاله إنه خلص انتهى الموضوع، بس ترجع المشكلة، برجع الاكتئاب بعد فترة وبرجع بعد فترة وبرجع، لأنه الدواء ما بيحل المشكلة وإنما الدواء بيسكن الألم. فوجهة نظري في الدواء هي إنه الدواء ينبغي أن يعطى في الحالات الشديدة، ينبغي أن يعطى في الحالات لحتى يسهل على المريض القدرة على التجاوب مع العلاج النفسي. طبعا كمان هون يعني هي ما هي وجهة نظر مينستريم خلينا نسميها، او ما انا وجهة نظر كل الاطباء، معظم الاطباء النفسيين في هذا البلد وفي سوريا وفي غيره يرى. يعني انا مرت علي رسالة من احد الزملاء الاطباء النفسيين من فترة قريبة، رسالة عيادة يعني رسالة مريض، فيقول فيها انه انا I am a psychiatrist and my job is to prescribe medication، يعني انا طبيب نفسي ودوري هو وصف الدواء. فمعظم الأطباء النفسيين يعني يرون أنه الدواء هو الحل الأساسي والأول للأمراض النفسية، وأنا لا أتفق مع هذا. طيب، دور الوراثة والجينات، سؤال دكتور بلال صباغ، دور الوراثة والجينات في التأهب للمشاكل النفسية. كمان أنا كنت بدي أحكي شوي، منيح أنه الأسئلة اللي عم تجي هي عم تستبق النقاط اللي كنت راح أحكيها، وبالتالي ما في داعي أحكيها، لأنه يعني كيف بيصير المرض النفسي؟ المرض النفسي مثل كل هالأشياء، في شيء اسمه نيتشر وفي شيء اسمه نيرتشر. يعني نيتشر يعني هي طبيعة، ونيرتشر يعني هي البيئة أو التربية أو الظروف اللي نشأ أو نشأ في الماضي في الطفولة أو ويعيش فيها الإنسان حاليا. فنحن عم نحكي عن نيتشر اللي هي الجينات اللي بتجي للإنسان من أهله، وبعدين النيرتشر اللي هي مثل ما قلنا التجارب الحياتية اللي مر فيها الشخص، خصوصا في السنوات اللي بنسميها يعني السنوات الأساسية أو الجوهرية في حياة الإنسان، اللي هي أول 4 5 سنين بحياته، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقته مع الكير جيفر، يعني علاقته مع الشخص اللي عم يدير باله عليه بصغره، اللي هو عادة الأم، وبشكل أقل أو أكثر الأب، يعني الأبوين خلينا نسميهم. فهي فترة كتير جوهرية كتير محددة لمستقبل الإنسان. الأهل كتير صعب إنه يهربوا من موضوع المرض النفسي عند أولادهم، لأنه إذا نيتشر يعني الجينات تبعهم هن اللي ورثوها للأولاد، إذا نيرتشر يعني التربية والوضع المنزل وإلى آخره، فما في مهرب. طيب، سؤال بقيان معنا شي 5 دقائق، شو النصائح للأشخاص اللي بيعانوا من بوست وور تروما؟ رح نحكي إن شاء الله عن موضوع البوست وور تروما، أو بوست وور تروما يعني ردود ما بعد الحرب. رح نحكي عن موضوع البوست تروماتيك ستريس اوردر او التروما او الردود النفسيه، سواء مترافقه مع الحرب او مترافقه مع مصائب من نوع اخر، ان شاء الله باحدى الجلسات القادمه. بلش عندهم فقدان ذاكره متكرر، فقدان تركيز، مثل ما راح نحكي ان شاء الله عنهم بالمستقبل. المرض غير الإلنس. بخصوص كلام السؤال على ما يبدو من رانيا سيد يوسف، هو الديسوردر هل هو غير الإلنس؟ في تمييز، في ناس بتقول انه يعني في فروقات ما كتير حابب ادخل فيها هلا بشو معنات mental disorder و mental illness، لانه بيدخلنا، لانه اولا المحاضره نحن عم نحكي عن مفاهيم باللغه العربيه،
في فروقات حتى قانونية، شو معنات disorder وشو معنات illness. فبفضل ما كتير أدخل فيه إذا ما عندك مانع، يعني بس ممكن نحكي فيه بوقت آخر. طبعا طبعا في فرق بين شيء اسمه illness وشيء اسمه disorder. طيب، في سؤال. الله يعطيك العافية دكتور، مشكور. محاضرة، نفسياتنا تعبانة بهالظروف، حجر وملل وقلق وضغط نفسي، نصيحة عامة لتجنب الانعكاسات النفسية السلبية. نصيحة عامة، يعني يمكن هلا الدكتور مأمون مبيض عمل إحدى الجلسات يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله، كانت جلسة كثير مفيدة، يركز فيها بشكل خاص على الوضع في البيت، يعني في الأسرة والعلاقات الأسرية وكيف الناس ممكن تساعد بعضها بتجنب في شيء كثير مهم، إنه كل الناس عم تعيش نفس الأزمة. في شيء أنا الحقيقة تعلمته من بعض الناس اللي هن حكوا لي، يعني خصوصا الناس اللي إجوا من برات، إجوا من سوريا لاجئين، وحكوا لي عن الأشياء اللي كانت هي تساعدهم بظروفهم العصيبة. أحد الأشياء هو إحساسه بإنه في ناس كثير معي بهذه المعمعة، يعني أو المصيبة. إحساسه في إنه في ناس وضعها أسوأ بكتير، يعني هذا فكرة الجراتيتيود بالإنجليزي، اللي هي العرفان أو الإحساس بإنه أنا مع الظروف اللي كتير عصيبة وسيئة، بس لسه يعني لسه أدران أقعد في البيت وأسمع على محاضرة تثقيف نفسي مثلا، أدران أشرب قهوة، أدران أحكي مع العالم، في حوالي ناس، في حوالي كذا، في ناس في ظروف أصعب بكتير. هلأ ما بعرف شو، يعني كيف ممكن أعطي نصائح عامة وسريعة، وأنا مثل ما قلت أنا طبيب نفسي، يعني بشوف أمراض. ما بعرف، في فكرة كتير مهمة إنه يعني الوحدة أو العزلة في هذه الظروف تجعل المشكلة أكبر بكثير، بمعنى إنه تقليل من العزلة قدر الإمكان، التقليل من المحافظة على الروتين، هذا كتير مهم، الرياضة والأكل، الأكل المنتظم والأكل من غير ما يزيد، لأنه كمان الواحد بيكون ملان بيبلش بياكل زيادة، فبده كمان يراقب حاله، وإلى آخره. شكرا دكتور مصطفى على وقتك. برأيك مهما كان مريض عم ياخذ أدوية لفترة سنين، ممكن يقدر يوقفها إذا كان وضعه مستقر ولا مستحيل؟ كمان كنت رح أحكي شوي عن الأدوية. لا، من الممكن طبعا ولازم إذا كان الوضع مستقل، حسب يعني حسب الأمراض، بس بمعظم الأحيان الدواء النفسي يمكن إيقافه. في تحذيرات كتير كبيرة من أعراض الانسحاب من الدواء، وما عم نحكي عن إدمان الأمراض النفس، الأدوية النفسية بمعظمها لا تسبب الإدمان، ولكن عم نحكي على الشيء اللي يسموه discontinuation symptoms، يعني أعراض وقف الدواء، خصوصا إذا الدواء توقف بشكل سريع من غير ما يكون متدرج وعلى مهله يعني. فهذا في يمكن يكون في آثار سلبية لإيقاف الدواء، بس غالبا بتروح بعد فترة قصيرة. بمعظم الحالات النفسية، مع استثناءات قليلة، نحن نعطي الدواء لفترة عدد من الأشهر ومنراقب. لناخذ مثلا مرض الاكتئاب، انت بتعطي الدواء وبتعطيه لست شهور بعد التحسن، وتراقب وضع المريض. اذا المريض تحسن ممكن تفكر، ممكن عم تاخذ تعمل نقاش مع المريض وتحسب يعني المكسب والخطر من ايقاف الدواء وتوقف، اذا كان هذا منصوح فيه. فما في شيء بيقول بالضروره انه الامراض، انه الادويه لازم تستمر مدى الحياه. في بعض الامراض إيقاف الدواء يترافق فيها مع نقص أو احتمال نقص كتير كبير، مرض ثنائي القطب مثلا. كتير من الأحيان المريض بحاجة إنه يبقى على الدواء مدى الحياة، وأحد أهم، إذا لم يكن أهم، أسباب النقص في هذا المرض اللي بيجي على شكل نوبات، أحد أهم أسباب النقص هو توقف يعني المريض، إيقاف المريض للدواء، خصوصا إذا كان من دون استشارة أو نصيحة الطبيب. في عندي سؤال، يمكن صار الوقت الساعة 8، بس في سؤال سريع. ماذا عن الرقية الشرعية؟ طيب الحمد لله أنه سؤال سريع، لأنه لا أعرف
لست الشخص الأفضل للإجابة على السؤال عن الرقية الشرعية، وسأعتذر عن الإجابة على هذا السؤال. ما بعرف شيء بصراحة عن الموضوع، وغير قادر على الجواب عليه. أنا يعني خلينا نقول بشتغل ضمن سياق للطب النفسي، هو سياق الـ NHS اللي هي National Health Service، نظام الصحي في بريطانيا، اللي هو في عنا علاج بالأدوية، في عنا علاج بالعلاج النفسي اللي هو السايكوثيرابي مثل ما حكينا، وفي عنا العلاج الاجتماعي. هلا في سؤال، يعني الرقية الشرعية قد تندرج ضمن مجموعة من العلاجات اللي بنحكى عنها، اللي هي أحيانا بيسموها بالغرب اللي هي الهوليستيك، أو العلاج الهوليستيك ثيرابي، العلاج الكلي. أحيانا يندرج ضمنه أشياء، مثلا ما عم أحاول أعمل تشبيهات، بس اللي هي يعني لا أدوية ولا علاجات نفسية، اللي هي مثلا اليوغا، اللي هي التأمل أو المديتيشن أو المايندفولنس، أو اللي هي الوخز بالإبر الصينية وإلى آخره وإلى آخره. طبعا في جزء منها له علاقة، له تفاصيل دينية مرتبطة فيه مثل الرقية الشرعية. إذا إجاني مريض وقال لي روح بعمل رقية شرعية ولا ما بعمل، أنا بقول له هاي شغلة ما بعرف فيها، لأنه ما في وراها دليل علمي اللي أنا مطلع عليه. إذا بتشوف إنه هي بتنفعك من غير ما يكون في إلى آثار جانبية مهمة، ف go for it، يعني ما عندي مشكلة. مثل ما إذا قال لي حدا عن الوخز بالإبر الصينية، ولا قال لي حدا على اليوغا، ولا على المديتيشن والمايندفولنس، هي شغلة ثانية، إنه بلش يصير في إلى أدلة علمية كمان. بس الوخز بالإبر والأعشاب الطبيعية ومدري شو ومدري شو، بقول له ما بعرف، بس إذا بتحس إنه ممكن تفيدك أنا ما عندي مشكلة بهالموضوع. طيب، شكرا جزيلا لكم. وعلى ما يبدو الفكرة انه تصير مثل ما حكينا هالحلقة هاي جزء من جلسات دورية. فنلتقي السبت القادم الساعة 7 في مساء بتوقيت انجلترا، لنحكي عن الاكتئاب. ممكن نرجع نحكي عن بعض الأشياء العامة في الصحة والمرض، بس بدنا نحاول نركز على مرض الاكتئاب أو الدبريشن في الجلسة القادمة السبت القادم، ونراكم جميعا. طيب، شكرا، يعطيكم العافية، تصبحوا على خير.